حلو كتير، حبيته من إطلالتها. أكيد كانت بعالم الاقتصاد. اليوم أكيد بصباح العربية عم نحكي عن الجميلة مهيرة عبد العزيز، هي ضيفة اليوم أروى بنورت. خلينا نقول لها منورة أيضا نشرتنا. أهلا وسهلا فيكي مهيرة بلبنان. يا هلا، تسلم. شو الأخبار؟ تمام الحمد لله، وأخيرا عدنا إلى لبنان بعد غياب سنة. أهلا وسهلا فيكي. قد إيه مشتاقة؟ كتير الصراحة، بس رغم أنه شوي يعني آخر مرة كان صيف فكان فيه يمكن زحمة أكثر، بس ماشي. لبنان حلوة في كل حالات. أنتوا اللي بتحلوها ونحن أكيد بنبسط لما بتكونوا موجودين. سنة غياب عن لبنان، أول ما وصلتي على لبنان لشو كنتي مشتاقة؟ أول شيء عملتي؟ صراحة أنا كنت مشتاقة أنزل على الداون تاون، بس للأسف يعني هي صادفت، كان في صدفة غريبة، كان علي جابر جالس في الكرسي اللي وراي على الطيارة، فطلعنا تعشينا في زيتونة باي، فشفنا مكان جديد يعني أنا ما كنت شايفته في لبنان. سمعتك عم بتقول هيك بالكواليس، بأنه إحنا عم ننقل كواليس للمشاهدين لأنه نورت مع أرواح يشوفوا، ولكن الكواليس ما بيعرفوا شو عم بيصير. سمعتك عم تقول الأستاذ هادي حجار، كنت حابة أشوف الأستاذ خالد يوسف المخرج الكبير، هل كنت حابة تشوفيه لأنه بتحبيه كمخرج، أم ممكن نكتشف فيك موهبة بكرة جديدة ونشوفك في السينما تحت إدارة خالد يوسف؟ يلا هو يكتشف، هو حر باكتشافاته، بس أنا حابة أنه أكيد أقابله، بس لأنه طبعا أنا معجبة فيه فكرا وأعمالا، يعني حتى يعني يمكن من أكثر الناس اللي أثروا فيني في الثورة المصرية اللي ما نمت فيها، يعني يمكن 18 يوم أتابع المستجدات، فيعني أنا يعني لليوم يمكن مر سنتين على الحادثة، لما يعني أطل على الشعب المصري بنداء أنه أحمل المتحف المصري، يعني لهاليوم الجملة والصوت وال يعني أعتقد أنه هو شخص فعال في المجتمع، شخص مثقف، أحب كيف يدافع عن القضايا اللي هو مؤمن فيها من غير ما يستفز أو يجرح الناس الآخرين، بالإضافة إلى أعماله اللي بالطبع هي تشهد له، ما يعني من غير ما نتكلم عليها I think هي بتتكلم عن نفسها يمكن أعماله. واللي بدي أعرفه أنا، فيك ممثلة بداخلي؟ والله كل شيء ممكن، يعني في أنا يعني أعتقد عندي موضوع التعبير، بس هل أنجح كممثلة أو لا ما أعرف الإجابة، ما جربت.